بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه موتور اوبل استرا اف 1.6 1.7 تي دي تربو ديزل. مش نعمل لكم عليه، مش نعطيكم عليه بسطة، نعطيكم عليه شرح. من قدام عندنا الشان، عندنا البومب اهو، هذه هو البولي نتاعها، يعني مضخة الماء، بومب اهو مضخة الماء، بومبا اكوا ايطاليان. عندنا هذه البومب اسيستي، عندنا البومب اسيستي اللي هي المضخة اللي تعطي الزيت للسكاتولا الدراوليك، سكاتولا الكريمير. عندنا هذه البولي نتاع الموتور الكبيرة اللي هي الرئيسية، تركب في البلوكان، تركب في الكولو من قدام، تركب في الكرانك، هذه كرانك من قدام. عندنا هذه الانترناتور، أو الانترناتور أو المولد كهرباء أو الدينامو، هذوما الحاجات اللي من قدام، من قدام الواحد. هذه اللي هي جنب، جنب هذه، جنب هذه عندنا، عندنا هنا المضخة نتاع البومبريكسيون اللي هي المضخة نتاع المازوت. هذه المضخة نتاع المازوت بومبريكسيون، هذه سموها. هذه الميزة اللي في الموتورات هذه كما قلت لكم، لأن المضخة نتاع المازوت نتاعها عادية، نجم تركب على أي أوبال في الموديل القديم بالخص، يعني في الموديل القديم نجم تركب على أي أوبال. الميزة في الموتورات هذه كون الأوبال الأونسيان كلهم، الأوبال كادات والأسترا إف والأسترا جي الأولين والكومبو، كلهم يركب عليهم الموتور هذا بسهولة تامة. يعني حتى إذا كان هي نوفو موديل وكومون راي ويحب ينحي كومون راي ويحط هذايا في الأسترا جي الأولى، ينجم يعمل العملية هذه اللي أنا جربناها وشفناها، يعني سهل وبسيط. يعني في الأسترا جي الأولى أول ما خرجت. بالنسبة للوبيل كومبو يركب على لوبيل كومبو كله، يركب على لوبيل كادات زادت، نجم تركبه على لوبيل كادات بسهولة تامة، نجم تركبه على الأسترا إف طبعا بسهولة تامة، لأن هذا المحرك هذايا ممتاز ونجح في سيارات، ويعني يجي كومبلي ديما، الأغلبية يجي كومبلي، يجي كامل. هاك الميزة اللي فيه. هذه بومب اجيكسيون عادية وفيها ستارتر اوتوماتيك يجي تحت منها من النقطة، هذا يمشي بالماء السخون، يعني صباح تكسيلاري وحدها ومن بعد بشوي بشوي يسخن الستارتر. هذا ستارتر اوتوماتيك يتسمى، ستارتر اوتوماتيك نتاع الموتورات هذوما نتاع البومب اجيكسيون. هذه تجي من فوق بالممبران خاطر تيربو، فما اخرين يجوا عاديين اللي هي مش تيربو، تجي عادية. هذه البومب اجيكسيون هذه، هنا فما الفلتر الزيت وفما ريفيجيرون، هذوما نوفو موديل طلعوا عملوهم ريفيجيرون، يعني في الاول ما عملوش ريفيجيرون في الموتورات هذو، بعد عملوا فيه. هذايا ريفيجيرون، ريفيجيراتور دوي، يعني تحت منه الديمرر، هذايا الديمرر اللي هو ستارتر، الديمرر اللي تخدم منه السيارة، ستارتر. نجيو من هنا، هذه الاتجاهات نتاع الفيتاس نتاع البوات اللي هي نتاع البريمير دوزيام كذا، هذه نتاع البوات، هذه من هنا. ندوروا من هنا نلقاو نجيو هنا نلقوا البوات كاملة. من هنا هذه البوات اللي هي فيها الفيتاسات الكل. فما حاجه في لوبيل، يعني البوات نتاعهم تنجم تقول شبه ستوندار، يركبوا على اغلب بعضهم، يركبوا على بعضهم اغلبهم، انما احنا نفرقوهم بارقام. فما تلقاها اف و اف 16، فما تلقاها اف 13، فما اف 15. اذا كان موجود فوق منها الرقم هذا اللي هو اف 16 ولا اف 15 ولا اف 13، يعني اف 15 او اف 16 او اف 13، لازم تركبها اخت اللي لقيتها فيها. كانك ما لقيتش فيها حتى رقم وهي تشبه هذه، لازم تركبها عاديا ما فيها شيء. نجوم من تالي في الكلاس، نلقاو الترموستا، الكور ترموستا، نلقاو حساس الحراره. هنا زوز حساس الحراره، واحد نتاع اللمبه، واحد نتاع الساعه نتاع المقاله، ديتات نتاع الماء كله. هنا هذه عندنا ديريت نتاع التيربو. نجيو هنا نلقاو التيربو، جهاد تيربو، هذا من هنا تيربو كولكتر نتاعو. هذه البومب اسيستي من تالي، هذه الالترناتور او الدينامو او الالترناتور من تالي، هذه التيربو تاعها، هذه الممبران تاع التيربو، هذه ديت التيربو اللي يمشي للراديتور. يعني هذه ديت نتاع الماء اللي يخرج من البلوك، هذه الجوج نتاع الزيت اللي هو المقياس نتاع الزيت، هذا ديت نتاع التيربو الاخر اللي يجي من يمشي للراديتور.
هذه من هنا نجيو هنا لفوق نلقاو الاربع انجكتيرات، اربع انجكتيرات يجوا هنا تخرج يخرجوا الجعب من الطرمبه، يخرجوا من الطرمبه ويجوا حتى الانجكتيرات هنا الاربع جعب يجوا الطرمبه. هنا عند البوجيات الاربعه الشماعي الاربعه الاربع شماعي سهلين يعني في تركيبهم، عنده اسهل حاجه عنده البوجيات في تركيبهم. هنا ضمن البوجيات الاربعه هذايا بلف التبخير اللي هو الرينفلير سموه، هذا مصب الزيت منين يصبوا الزيت هذا هو يكتبوا عليه مكتوب عليه تلقى فيه اما تيربو تلقى نورمال، فما نوعين فما نوع تيربو ونوع نورمال يعني النوعين موجود فيهم السيستم هذا. ان شاء الله تنفعكم الحلقه هذه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.